يقول: من حوالي عام فقد مني مبلغ من المال، وكان لي صديق عزيز، وكل البراهين تدل على أنه السارق، وعندما واجهته أنكر، وحصل بيننا مشاجرات ومشادات، وأنا حلفت على القرآن أنه السارق، وهو حلف على أنه لم يسرق، وبعد شهر جاء إلي بالمبلغ واعترف، وإلى الآن لم أذهب إليه لأنني أبغضته، هل أكون آثما في ذلك؟ وهل علي كفارة يمين؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ما دام أنه في النهاية اعترف وأقر بالمبلغ، هذا حق لك عنده، إن شئت أن تأخذه فخذه، وإن شئت أن تتركه فاتركه. على كل حال هو حق لك عنده، وهو إذا تاب إلى الله واعترف بالذنب ورد عليك ماله قد برئت ذمته إن شاء الله تعالى. وأما أنت فليس عليك كفارة، لأنه تبين أن يمينك كانت صادقة، حيث حلفت أنه هو السارق فتبين أنه هو السارق. على أنه لو تبين أن اليمين غير صحيحة فليس فيها كفارة، هذه ليست فيها كفارة، وإنما فيها التوبة إلى الله والاستغفار. نعم.